مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا بحضراتكم. يسعدني ان احنا اقابل حضراتكم تاني النهارده في حلقه من حلقات رمضان جانا، يعني الحلقات التوعويه للساده اعضاء هيئه التدريس بالجامعات المصريه الحقيقه والعربيه. يعني احنا ضيوفنا من حتت مختلفه بخصوص يعني قضايا تخص التعليم والتعلم، ينظمها كل عام مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية. والحقيقة يعني الموضوعات بتتنوع كل عام حسب المبادرات المختلفة اللي بياخدها المركز، ويمكن من الموضوعات المهمة السنة دي هي تضمين أهداف التنمية المستدامة في العملية التعليمية with a special focus على الهدف الخامس. بيسعدني ويشرفني أن يكون معايا النهاردة ضيفة عزيزة جدا جدا جدا، ويعني حد له خبرة كبيرة في قضايا المرأة، وهي الدكتورة شيماء نعيم من المجلس القومي للمرأة، مدير إدارة الإدارة الاستراتيجية أو التخطيط الاستراتيجي، بقول صح كده يا دكتورة شيماء؟ ومعايا برضو شرفنا الدكتورة سحر مرسي زميلتنا من كلية التربية الرياضية بنات، وهتكلمنا النهاردة على including SDG5 in curricula. هتبتدي الدكتورة سحر، يليها عرض من الدكتورة شيماء على يعني المشروعات والمبادرات الخاصة بالمجلس القومي للمرأة فيما يخص دور المرأة في التعليم العالي. مش عايزة أطول على حضراتكم أكتر من كده، نسمع the guests. أفتكرش البرزنتيشنز هتكون طويلة، لكن هيكون في طبعا يعني فرصة للأسئلة والأجوبة، خاصة إن إحنا بنستفيد بوجود الدكتورة شيماء معانا النهاردة. مساء الخير، مساء الخير على حضراتكم جميعا. ميرسي يا دكتور غادة على إتاحة الفرصة إن أنا أكون معاكم النهاردة، فرصة يعني ليا سعيدة جدا، وأتمنى إن شاء الله إن يكون لقاء مثمر، وتكون فرصة إن إحنا يعني نتعرف على يعني يكون في تبادل خبرات، وتتعرفوا حضراتكم على دور المجلس القومي للمرأة بشكل عام. أنا زودت في البرزنتيشن بعد إذنكم، بس مش هاخد وقت كبير. زودت في البرزنتيشن. خدي وقتك يا دكتورة شيماء، احنا في سهرانين وفي رمضان يعني. برزنتيشن عشان استعرض دور المجلس القومي للمرأة في تحقيق الهدف. تمام، اوكي. يشتغل عشان تحقيق الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة، واحنا كمان واخدين فكر ان احنا مش عايزين نركز على الهدف الخامس بس، لا، احنا بنشتغل على اهداف التنمية المستدامة ال 17 هدف وال 169 غاية و230 مؤشر. هنستعرض الاول المجلس القومي للمرأة هو عبارة عن ايه؟ ايه الاستراتيجيات اللي بيشتغل من خلالها؟ وبعد كده هنبتدي نشوف طب هو لما بيشتغل في مجال التعليم العالي اهتم بايه؟ ايه اهم التدخلات اللي بيشتغل عليها؟ مبدئيا المجلس القومي للمرأة هو آلية وطنية معنية بتمكين المرأة والنهوض بيها، هو يتبع رئيس الجمهورية، ليه عدد من الأعضاء، تم إنشاؤه في سنة 2000 وتم تعديل قانون عمله في 2018. هو هيئة مستقلة، هو مهتم بوضع الخطط والسياسات والإجراءات والتشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة في جميع المجالات والقطاعات. بيشتغل تبع ايه من خلال ايه؟ بيشتغل من خلال عدد من المبادئ. هو البرزنتيشن واضحة لحضراتكم؟ تمام؟ تمام. المبادئ الحاكمة لعمل المجلس هو بيشتغل من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، المساواة وعدم التمييز، وكمان تحقيق الحماية للمرأة والتمكين. ودايما لما بنتكلم بمفهوم التمكين بنظهره دايما ان هو بطريقه غير مستفزه للمجتمع علشان دايما يكون متقبله. بنتكلم دايما على كلمه تمكين المراه انها بتشمل 3 جوانب اساسيه، وهو تمكين المراه ذاتها، نمره 2 ان احنا بندعم قدراتها ومهاراتها وبنوصلها للمعلومات والمعرفه ونعزز من امكانياتها، الحاجه الثالثه دور المجتمع المحيط سواء داخل الاسره او داخل العمل، لان احنا مهما نبني قدرات المراه ونعززها ونمكنها ونديها زخم من المعلومات والمعرفة، المجتمع المحيط لو مش بيقدر ان هو يدعمها ويديها السبورت الكافي مش هتقدر انها توصل الى الاهداف المرجوة. مصر صدقت على عديد من الاتفاقيات الدولية، واهمها اتفاقية السداو اللي هي القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة من سنة 81، وبنشتغل عليها مع التحفظ على بعض المواد. بنشتغل من خلال تحقيق اهداف التنمية المستدامة ال 17 هدف وال 169 غاية و 230 مؤشر، بالتركيز على الهدف الخامس اللي بيتكلم على
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والهدف العاشر اللي بيتكلم على الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف 17 اللي بيتكلم على الشراكات لتحقيق الأهداف. ليه بنهتم بالمرأة؟ لأن الدراسات بتأكد إن صحة المرأة بتنعكس إيجابيا على صحة أبنائها، فالاهتمام بصحة المرأة بيكون ده ليه دور فاعل على الأسرة. بترتفع المدخرات بنسبة 35% لما بنعمل تمكين للمرأة وبيكون لها حقوق الملكية. الدراسات بتؤكد إن المؤسسات اللي بتديرها نساء بتكون أكثر حفاظ على البيئة، وزيادة التحاق الفتيات بالمدارس بنسبة 10% بيزود من الناتج المحلي 3%. الأسر اللي بتعولها امرأة بتخصص بنزعنا. كمان في عندنا دور المرأة في العمل بيزيد من إنتاجية العمالة بنسبة 25%. لو اهتمينا بالمرأة في قطاع الزراعة هيخلص 100 مليون شخص من الجوع. امتلاك المرأة للأراضي الزراعية بيقلل من العنف المنزلي عليها 8 أضعاف، إلى جانب إن مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار بيزود من كفاءة المشاريع الاقتصادية واستدامة البيئة وبناء السلام. مصر في 2015-2020 اتبنت استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة، وده كان ليها أسباب كتير، منها اللي هو التوجه الدولي إن يكون مصر عندها استراتيجية بتتكلم على مناهضة أشكال العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وكان في بعض الظواهر ظهرت في المجتمع المصري في 2010 و2011، فتبنى المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إنه يضع استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة، شملت 4 محاور أساسية زي الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية. بنتكلم إزاي نحمي الظاهرة قبل ما تحصل، إزاي ننقح القوانين والسياسات، إزاي ننمي الوعي والتصحيح الخطابي الديني والثقاف والتوعية والتعليم والتدريب، إزاي بنستخدم التكنولوجيا عشان نوصل المعلومة. بنتكلم على الحماية، طب الست لو اتعرضت للعنف نقدر نحميها إزاي، إزاي القوانين بتساعدها، إزاي إن إحنا نعمل آليات ونظام إحالة علشان نقدر نساعد المعرضة للعنف. بنقدم بعض التدخلات زي دعم صحي وفني ومشورة للمعنفات، كمان برامج تأهيل للأشخاص اللي ارتكبوا العنف ضدها سواء زوجها أو شخص داخل الأسرة أو حتى والدتها أو أبنائها. بنهتم إن يكون في مراكز لاستضافة المعنفات، ومصر عندها 9 مراكز استضافة وبيتم تطويرهم علشان يقدروا يقدموا الخدمة بجودة. بنقدم كمان مراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية، وفي خط ساخن ومنهم الخط الخاص بمكتب شكاوى المرأة، ده موجود على مستوى 27 محافظة. وبنهتم كمان إن يكون في تقديم دعم اقتصادي للمرأة المعنفة عشان يكون معاها مهارة أو مهنة تقدر إن هي تعمل لنفسها دخل، إلى جانب كمان إن إحنا بندرس دايما أو بنهتم إن إحنا نشوف إحنا فين على المستوى الدولي. اكتشفنا من خلال دراسة عملناها على مستوى مصر، كانت أول دراسة في المنطقة العربية بتتكلم على التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، واكتشفنا إن مصر بتتكلف 6 مليار و15 مليون سنويا نتيجة تعرض المرأة للعنف. بعد إطلاق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في 2016، المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الشركاء كان من الجهات الرائدة إن هو يضع استراتيجية لتمكين المرأة 2030، ومصر كانت من أوائل الدول اللي تبنت استراتيجية لتحقيق تمكين المرأة، ركزت على 4 محاور أساسية: التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، ومع كل محور من المحاور اهتمينا إن يكون في الدعم القانوني والثقافي. وبدأنا نترجم كل محور من المحاور في صيغة هدف عام، وبدأنا نضع مؤشرات قياس على مستوى هذا المحور، إزاي بنوصل ل2020 عملنا إيه، 2025 حتى نصل ل2030، عشان نقدر نقيس مدى تقدم وتحسن المؤشرات على مستويات على مستويات مختلفة. ما زال عندنا أصعب نقطة، هو دي ما زالت نسبة بطالة المعدل بطالة المرأة في مصر مرتفعة شوية، وفي بعض المهن ما بتستقطبش المرأة، في ما زال الفجوة النوعية ما بين الذكور والإناث في الدخل في بعض الأعمال، إلى جانب كمان تركز المرأة المصرية في القطاع غير الرسمي عن القطاع الرسمي. بدأنا نهتم إن إحنا نعمل توعية، نعدل في القوانين ونعمل إجراءات ونعمل توعية علشان نقدر إن إحنا نوجد فرصة مناسبة للمرأة على
القادم المساواة مع الرجل في جميع القطاعات دون تمييز، وأن يكون التوظيف أو إتاحة فرصة العمل مبنية على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين. وبدأنا نتخذ إجراءات زي مثلا إن إحنا بدأنا نهتم بأن الستات يكون عندها حسابات بنكية، يكون عندها بطاقة رقم قومي، عشان نقدر إن إحنا نحولها من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، ونقدر إن إحنا ندخلها في منظومة الشمول المالي. بدأنا كمان إن إحنا نوجهها بالاهتمام بالتحول من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المشاريع الأكبر، إزاي إن هي تعمل مشروع أكبر، وإزاي كمان إنها تطور المنتج عشان تقدر إنها تصدر داخل أو خارج الدولة. التمكين الاجتماعي بيتكلم بقى على نسبة الأمية ومعدلات الإنجاب والولادة القيصرية، لأن مصر من أعلى الدول اللي فيها معدلات ولادة قيصرية، ودايما بنعمل توعية إن دي بتكون غير صالح الام وغير صالح الطفل. ده كمان ان احنا بنعمل توعيه في اكواد اللي هي زي كليه الطب، ان الطبيب ما يستسهلش ويعمل ولاده قيصريه للام، لان بالنسبه لها بيكون حاجه مش مناسبه ليها ولا صحتها ولا صحه ابنها. بيخفض معدلات ازدياد الحيض وعدد السنوات اللي بتعيشها الانثى بصحه جيده، لان احنا في عندنا ثقافه ان عدم الاهتمام بصحه الفتيات اهتمام بصحه الاولاد، وعلشان خاطر نغذيهم كويس وناكلهم، ولكن الام والدور اللي بتقوم بيه على مستوى الاسره طول عمرها ده بيحتاج منها تغذيه جيده. بنهتم كمان لان مصر عندها معدلات انجاب عاليه جدا 2.9 كل 1000 اسره، فاحنا عندنا وسائل تنظيم الاسره. بنهتم ان احنا نعمل توعيه بالتعاون مع وزاره الصحه والمجتمع المدني ايه وسائل تنظيم الاسره المناسبه، وبنركز على المحافظات اللي فيها اعلى معدلات انجاب، ده من خلال مبادره حياه كريمه ومشروع تنميه الاسره. محور الحماية بيتكلم على الحد من أوجه أشكال العنف ضد المرأة بجميع أشكاله والممارسات الضارة، سواء الزواج المبكر أو الختان، التعرض للتحرش، عنف جسدي جنسي نفسي، عنف اقتصادي، عنف معنوي وهكذا. بيشتغل معانا في تنفيذ هذه الاستراتيجية عدد من الشركاء سواء حكوميين أو غير حكوميين، مؤسسات دولية وبنوك. بنهتم كمان أن يكون معانا الجهاز المركزي للتوعية العامة والإحصاء، لأن أي شغل بنعمله مهم أنه هو يكون على قياس للمؤشرات عشان نقدر نشوف درجة التقدم اللي احنا بنقدمها. مصر كمان فيها لتنفيذ رؤية مصر 2030 برنامج عمل الحكومة، وده برنامج بيترجم رؤية مصر 2030 إلى 4 سنوات. البرنامج ده بيشمل 5 أهداف رئيسية، والمجلس بيركز شغله على النهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري، بيقدر إن هو يعمل عدد من التدخلات. عملنا كمان مرصد المرأة المصرية علشان يكون منصة إلكترونية، وده متاح إن ممكن حضراتكم تطلعوا عليه، نقدر نقيس مدى التقدم في المؤشرات القياس الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وكمان المحاور الخاصة باستراتيجية تمكين المرأة 2030. المنصة دي مهمة جدا، بيبقى فيها عدد من أوراق السياسات، بيبقى فيها الإجراءات والقوانين والتشريعات اللي تمت لصالح المرأة، فيها بحوث ودراسات تمت على مستوى يعني بتقيس وضع المرأة المصرية سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، في كمان التقارير الدولية، وده بنتفادى به ان اي باحث بيتم ان هو يبحث عن بيانات او معلومات خاصه بالمراه المصريه ما يجيبش معلومات من مصادر غير موثوق منها، ولكن الاطلاع على المرصد بتكون هو المنصه الاساسيه. هنلاقي في البرزنتيشن عدد من المؤشرات اللي بتوضح مدى تقدم المرأة المصرية في عدد من المناصب القيادية، وكمان انها وصلت الى اعلى نسبة في البرلمان ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء، نائب محافظ ونائب وزير، و56% في السلك الدبلوماسي. كمان نسبة مشاركة المرأة في قوى العمل بدأت تزيد، وخفض معدلات البطالة مقارنة بالرجال بدأت انها تقل شوية. في عندنا كمان وجود نسبة الحسابات البنكية اللي مملوكة للمرأة زادت بنسبة 47.5%، ده في إطار تبني مصر مبادرة الشمول المالي، وخاصة المجلس القومي للمرأة بيشتغل بشكل ممنهج جدا إزاي إن هو بيدعم الشمول المالي للمرأة والتثقيف المالي وريادة الأعمال علشان تقدر إنها تستفيد من الإمكانيات المتاحة ليها الاقتصادية. دي أسامي عدد من المبادرات اللي بيقدمها المجلس، سواء كمان معسكرات للتنشئة المتوازنة، لأن إحنا بنحاول نتفادى زيادة معدلات الطلاق اللي موجودة في المجتمع المصري، وممكن يكون مش طلاق رسمي، ممكن يكون طلاق صمتي، فإزاي إن إحنا نعالجه. حملة لأني رجل، لأن دايما تمكين المرأة ما بيجيش من نفسها، مهم كمان يكون في وعي
من الرجل بدور المرأة، بدأنا نهتم بأن المؤسسات يكون عندها ميثاق أخلاقي لوجود بيئة عمل آمنة في مجال العمل ومدونة لحماية المرأة في وسائل النقل، وفي عندنا دليل لمكتب شكاوى المرأة إزاي بيتعامل مع الحالات وإزاي بيقدم الدعم النفسي، وكمان عندنا دليل إجرائي. إحنا عندنا تحقيق تكافؤ الفرص على مستوى 21 وزارة وهيئة، وعندنا 27 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الجامعات، عندنا 8 وحدات للاستجابة الطبية للمرأة المعرضة للعنف، وبيتم من خلال وحدة مناهضة العنف في المجلس القومي للمرأة تدريب هذه الكيانات على كيفية التعامل مع حالات المرأة المعنفة مع الشخص تعرضها للعنف، وإيه الإجراءات اللي بيتم اتخاذها سواء من خلال وزارة الصحة أو وزارة التضامن أو وزارة الداخلية أو المجتمع المدني علشان نقدر إن إحنا نقدم المعرضة للعنف. على مستوى الجامعات تحت مسمى مودة، وبيعمل وعي للشباب يعني ايه تقاسم المسؤولية، يعني ايه المسؤولية ان انا اكون قبل ما اكون الاسرة ابقى عارف ايه المسؤوليات والواجبات اللي عليا، لان احنا بنلاحظ ان ارتفاع معدلات الطلاق مش مرتبط بس بالوضع الاقتصادي الصعب، ولكن كمان عدم تقاسم المسؤولية وفهم المسؤولية داخل الأسرة وإلقاء العبء على فرد واحد داخل الأسرة، ده بيؤدي إلى زيادة المسؤوليات وبالتالي زيادة الأعباء، فبالتالي بنلاقي الأفراد مش قادرين إن هم يكملوا مع بعض. كمان اهتمينا بأن يكون في حاجة اسمها دوري مناظرات النوع الاجتماعي، وده عملناه مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. اهتمينا ان احنا نعمل برنامج تدريبي للمدرسين والمدرسات على مفاهيم النوع الاجتماعي وازاي اعمل ادماج النوع الاجتماعي في العمليه التعليميه، واهتمينا ان احنا نطور عدد من المناهج التعليميه في مرحله التعليم الاساسي عشان نغير الصوره النمطيه للمراه. اهتمينا كمان بان احنا ندعم المراه ذات الاعاقه وان احنا نصدر ادله تدريبيه عن التربيه الايجابيه. في عندنا كمان شهاده الكترونيه اسمها احصاءات النوع الاجتماعي، كان جهاز المركز للتعبئه العامه والاحصاء تعاون مع منظمه الاسكوا لاصدار هذه الشهاده، بتتكون من 5 وحدات. الشهاده دي دايما بنوعي وبندعم كل الكيانات وكل الافراد اللي بيشتغلوا في مجال تمكين المراه انهم يطلعوا على هذه الشهاده وبيدرسوها وبياخدوا فعلا فيها الشهاده، بحيث ان لما بيكون في تدريب في مصر، احنا عملنا تدريب 4 مرات هنا في مصر بالتعاون مع الاسكوا، لما بياخد الشهاده اونلاين بيبعت لنا صوره الشهاده وبنبتدي نسجل اسمه في استماره، وبعد كده لما بيكون في فرصه من خلال الاسكوا وجهاز التعبئه العامه والاحصاء ان يكون في تدريب هنا في مصر بيحصل على التدريب وبيحصل على شهاده فعليه. بنهتم كمان ان احنا نعلن عن الارقام الخاصه بوحدات مناهضه العنف في وزاره الداخليه والخط الساخن بمكتب شكاوى المراه 15115، امانه الصحه النفسيه، والخاص بتلقي الجرائم الالكترونيه وبلاغات العنف الجنسي علشان تكون اداه سريعه لتلقي الشكاوى. اهتمينا كمان ان احنا نطور اللائحه التنفيذيه لقانون تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وبالمناسبة الجهاز ده كنا عملنا له قبل كده جندر أوديت وحصل على جائزة السيل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعتبر أول كيان على مستوى المنطقة العربية وتاني كيان على مستوى العالم يحصل على هذه الجائزة. وحاليا كمان عندنا عدد من الجوائز، في عندنا الجندر إيكويتي سيل ده إحنا عاملينه مع البنك الدولي وبيتم فيه عمل أوديت للمؤسسات الخاصة بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال عشان نقدر نضع سياسات داعمة لتمكين المرأة. تبنينا كمان بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص لتمكين المرأة، وتم إطلاقها في مارس الماضي بدعم من السيد الرئيس علشان نقدر نحفز المؤسسات الحكومية والجامعات والمحافظات دوائر عموم المحافظات إنها تضع سياسات وإجراءات داعمة لتمكين المرأة، ومن حق أي جامعة إنها تقدم على هذه الجائزة وفق معايير هيتم الإعلان عنها خلال شهرين أو شهر. كمان اهتمينا بان يكون في قاعده بيانات لرائدات الاعمال في الحرف اليدويه، وبنعمل كتالوج اسمه المصريه ده موجود على صفحه المجلس. اهتمينا كمان بدور المراه في تدوير المخلفات الزراعيه ودور المراه كمان في الاعمال او الانشطه الاقتصاديه والصناعات اليدويه والمعتمده على الموارد البيئيه، ودور المراه كمان في التغير المناخي. اهتمينا كمان ان يكون في برنامج قومي عن القيادات النسائيه بالتعاون مع معهد الحوكمه للتنميه المستدامه وبرنامج تورين اللي هو المعهد الدولي للتدريب التابع لمنظمه العمل الدوليه في ايطاليا. في السلايد اللي واضحه قدام حضراتكم دي المعايير الخاصه بالختم المصري للمساواه بين الجنسين،
وده بيهدف القطاع الخاص وقطاع الأعمال. بنحدد 7 خطوات أساسية عشان نقدر نقول فعلا المؤسسة دي داعمة للمرأة. وعندنا عدد من الإصدارات. لو جينا ركزنا بقى على دور المجلس القومي للمرأة في التعليم العالي، احنا عندنا وحدة تكافؤ فرص على مستوى وزارة التعليم العالي، عندنا 27 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الجامعات. بنهتم بدمج منظور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية. احنا في عندنا دليل اسمه النوع الاجتماعي، إدماج النوع الاجتماعي في جميع القطاعات. الدليل ده موجود على صفحة المجلس. دايما بنعمل برامج تدريبية لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة، ازاي يضعوا خطه مراعيه لاحتياجات المراه. بنعمل معاهم معسكرات، بنطور ماتيريال. في عندنا بعض المواد ولكن هي مواد غير اساسيه ضمن مواد حقوق الانسان وحقوق تمكين المراه في كليات طب وفي تمريض وفي كليات حقوق. بندمج كمان برنامج المراه في القياده. بنعمل معسكرات كمان مع الجامعات، ازاي ان احنا بنعزز فكره المساواه وتمكين المراه بين الشباب واعضاء هيئه التدريس. احنا كمان بنشتغل على عملنا دليل اسمه دليل اجرائي لانشاء وحدات مناهضه العنف ضد المراه في الجامعات، علشان يكون هذا الدليل نوع من انواع الوثيقه الداعمه او يكون جايد للجامعات، ازاي لما يجوا ينشئوا وحده لمناهضه العنف ضد المراه ايه البروسيس اللي يمشوا عليها، ولما يكون عندهم شكاوي ازاي بيتلقوا هذه الشكوى. بنحاول دايما نهتم بان احنا نغير الصوره النمطيه والاعمال الادوار التقليديه للمراه من خلال ان احنا دايما بنبرز الممارسات الجيده والنماذج الناجحه، وكمان بنبرز في انفوجراف دور المراه بيوصل فين على جميع المستويات وعلى جميع القطاعات. بيكون في عندنا كمان لقاءات، في كل جامعه بيبقى ليها مؤتمر سنوي، بنهتم ان في هذا المؤتمر السنوي بيكون لينا لقاء داخل الجامعة. بنهتم كمان إن هذا اللقاء يكون فيه بعض الدراسات والبحوث المتعلقة بقضايا المرأة في جميع القطاعات، وإزاي إن هم يستفيدوا من خبرة المجلس القومي للمرأة في تبني قضايا تتعلق بتمكين المرأة والفتاة في هذه المنطقة أو في هذه المحافظة، عشان يكون بنحاول إن احنا نحسن من الخصائص السكانية والطبيعة الديموغرافية للمجتمع في هذه المنطقة. بنعمل كمان بنهتم ان يكون في مسابقات فنيه. احنا في عندنا كان في حمله 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه عملنا مسابقه فنيه، وبدا كمان الجامعات واكاديميه الفنون بيقدموا سواء رسم سواء شعر سواء قصه، رسومات بتتكلم على قضايا كتير خاصه باشكال العنف ضد المراه. بنهتم كمان دايما ان احنا نعمل توعية بحملة لأني رجل، لأن دي بتستقطب عدد كبير من المتطوعين خاصة من شباب الجامعة. في عندنا دبلومة ماجستير مهني بالتعاون مع كلية العلوم السياسية جامعة القاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الماجستير خاص بالنوع الاجتماعي وهو بيبقى حوالي سنة ونص. دي صورة لبعض الحملات مجموعة من المتطوعين في أحد الجامعات، ودايما بنكون على تواصل معاهم وبنعمل معاهم لقاء كل سنة عشان نقدر نشوف ايه اهم الممارسات الجيدة، ولو في اي معوقات نقدر ان احنا نذللها او نقدر ان احنا نساعدهم فيها بنبتدي ناخد هذه الاجراءات. بشكر حضراتكم، ما كنتش اطلت عليكم. الف شكر لحضرتك دكتورة شيماء، بصراحة يعني مجهود كبير محترم، ويعني دي كانت فرصة طيبة جدا. ان طبعا احنا عارفين قد ايه المجلس القومي بيعمل شغل كتير، بس يعني حضرتك دخلتي في تفاصيل يمكن ما كناش عارفينها زي مرصد المرأة والبيانات المتاحة وأشياء كثيرة جدا زي الدرجات برضو بتاعت الشهادات اللي حضرتك أشرتي إليها. جزيل الشكر للدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بمجلس المرأة مجلس قومي المرأة وزميل كلية الدفاع الوطني. اسمحوا لي حضراتكم هنسيب الأسئلة للآخر، حضراتكم هتسألوا الدكتورة سحر والدكتورة شيماء، بس احنا برضو يا دكتورة شيماء بنقول لحضرتك جهزي سؤال للأودينس عشان احنا بنعمل مسابقة صغننة كده، عايزين نشوف مين اللي كان مركز مع حضرتك في البرزنتيشن، فحضرتك برضو حضر لهم سؤال. استاذن حضرتك يو ستوب شيرينج سكرين، والدكتورة سحر اتفضلي حضرتك.
تمام يا دكتورة سحر، احنا شايفين برزنتيشن حضرتك، اتفضلي يا دكتور. تمام يا دكتور، طبعا بعتذر لحضراتكم عن المشكلة اللي حصلت في البداية، بس ده حال النت يعني. أحب طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب كده أيام مباركة علينا جميعا. أحب أشكر دكتورة غادة على إن هي أتاحت لي الفرصة إن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة، ويا رب نقدر إن إحنا نسلط الضوء على حاجات مهمة يمكن تخصنا في القطاع التعليمي بشكل كبير. أحب كمان أشكر دكتورة شيماء نعيم، لأول مرة بزملها النهاردة، وإن شاء الله يا رب ما تكونش آخر مرة. وبشكرها طبعا على المعلومات الجميلة اللي هي قالتها لنا النهاردة، والبرزنتيشن الرائعة اللي عرضتها. مش هطول على حضراتكم، وخليني ابدا سريعا في طبعا حضراتكم اهداف التنميه المستدامه. من الكلمات اللي هي يمكن على اذهاننا بنسمعها كتير بقالنا فتره، ايه هي الاهداف وازاي هنشتغل عليها وانا احققها ازاي. هبدا مع حضراتكم بانتدكشن بسيطه كده عن السستينبل ديفلوبمنت جولز اللي هي الاس دي جيز، واللي كمان بتعرف بالجلوبال جولز، واللي تم اعتمادها من اليونايتد نيشنز في 2015 as a universal call to action to end poverty or protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity بحلول 2030 ان شاء الله. زي ما احنا عارفين ان الـ sustainable development goals هم 17 هدف، وهم integrated مع بعض، that is they are recognized that action in one area will affect outcomes in other. ولما بشتغل على هدف من الأهداف ممكن يحسن لي هدف تاني أو أكتر من أهداف التنمية المستدامة، فهم مش بيشتغلوا بمعزل عن بعض. And the development must be balanced ما بين الـ social والeconomic والenvironmental sustainability. الـ SDGs in Egypt في in line with agenda 2030, the government Egyptian has launched the working بلان كولد الايجيبتس فيجن 2030، اللي هي رؤيه مصر 2030، واللي احنا بنشتغل علينا عليها بقالنا فتره في اغلب القطاعات تقريبا، واللي كمان بتعرف بالسستينبل ديفلوبمنت استراتيجي اللي هي الاس دي اس. والاس دي اس بتبروموت ايكونوميك فلوريشنج بيست اون جاستس والسوشيال انتجريتي اند بارتيسيبيشن. It's under the SDS that all development plans in Egypt are incorporated while at the same time being strongly guided by the SDGs. ودول ال 17 جول بتاع ال SDGs، ويمكن دكتورة غادة اتكلمت عنهم قبل كده في سيشن، ودكتور أحمد. يمكن احنا النهاردة خصيصا هنتكلم على الجول نمبر 5 اللي هو الجندر إيكواليتي، زي ما تفضلت برضو دكتورة شيماء وألقت الضوء في البرزنتيشن بتاعتها. ولكن ده خلينا نسأل سؤال في الأول، في البداية كده، where are we؟ هو إحنا فين؟ وإحنا ليه عايزين نحقق أهداف التنمية المستدامة؟ وليه في القطاع التعليمي خصيصاً إحنا عايزين نحقق أهداف التنمية المستدامة؟ هي عشان أقدر أحقق أهداف التنمية المستدامة لابد إن أنا أتبنى innovative pedagogical solution في مختلف التخصصات بتاعة حضراتكم، وكمان مهم إن أنا أفهم فكرة التنوع. ولكن المساواة في وجود تنوع دون عنصرية، ده بيعتبر أمر مهم جداً للبروبلم سولفينج. كمان we need for use human resources for better economic and social conditions. والcontent والmethod. عشان أقدر أحقق أهداف التنمية المستدامة في العملية التعليمية أو وأنا بدرس كورس معين، لابد إن أنا أشتغل على الcontent اللي أنا بقدمه، ما يكونش بمعزل عن الcontent اللي أنا بقدمه للطالب، وكمان الميثود او الطريقه اللي انا بستخدمها مع الطلبه بتوعي. يعني مثلا لو بتكلم على الجول نمبر 5، ازاي اربي النشء او الطلبه بتوعي على فكره المساواه، وازاي اقدر انفذ ده من خلال الطريقه اللي انا بستخدمها معاهم وانا بشتغل معاهم في الكورس بتاعي. وبالتالي امبورتس ديكيشن فور سستينبل ديفلوبمنت، ده امر مهم جدا احنا معنيين خصوصا نشتغل عليه في القطاع التعليمي. الجول نمبر 5 اللي هو الجندر كواليتي، بيينز تو اتشيف جندر كواليتي اند امباور فول اول ويمن اند جيرلز. ويمكن كل هدف من اهداف التنميه المستدامه بيشتغل على مجموعه من التارجتس اللي بنسعى من خلالها لتحقيق الهدف ده. ولو بتكلم على الجول نمبر 5، السيدات بتعتبر مورد اقتصادي مهم جدا، وعشان اقدر استفيد من ده بشكل كبير لابد ان انا اسعى لاتشيف الجندر ايكواليتي.
زي ما حضراتكم شايفين في السلايد دي في مجموعة من التارجتس اللي هي تحت الجندر ايكواليتي، زي مثلا اند ديسكريميشن اجينست وومن اند جيرلز واند اول فايلنس اجينست اند اكسبلويتيشن اوف وومن اند جيرلز، مثلا بروموت امباورمنت اوف وومن ثرو تكنولوجي. ويمكن دكتوره غاده تحب تعلن لنا عن ايفنت في نهايه السيشن بخصوص هذا التارجت. كل التارجتس دي انا ممكن اشتغل في التخصص بتاعي او في الكورس اللي انا بدرسه على واحد او اتنين منهم سعيا لتحقيق الهدف نمبر 5. زي ما احنا ما قلنا ان الاهداف التنميه المستدامه مش بتشتغل في معزل عن بعض، يعني الجندر ايكواليتي هو كونكتد بي اذر جولز، وان انا احسن الجولز دي او اشتغل عليها ممكن ان هو هيحقق لي الاس دي جيز، زي مثلا اس دي 5 بالذات. يعني زي مثلا ممكن يكون الجول نمبر 4 اللي هو الكواليتي اديوكيشن بيرتبط بيه، او مثلا الكلايمت اكشن اللي هو الجول نمبر اللي هو رقم 13 ممكن برضو يرتبط بتحقيق الاس دي 5. Education is an essential means for achieving SDG 5. وكمان الرول بتاع الهاي education is becoming very important، وده اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة. احنا كأعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة تحت الجامعات المختلفة ازاي هنقدر نشتغل، والرول بتاعنا كهاير education هنعمله ازاي. وده يخلينا نيجي للسؤال الثاني، هواي بادر، طب احنا ليه كجامعة بنهتم ان احنا نحقق اهداف التنمية المستدامة؟ إيه اللي هيعود علينا لما احنا نعلم من أجل التنمية المستدامة؟ أول حاجة contributes a sustainable future with interdisciplinary and collaboration approaches to education for and outreach for awareness. كمان حتة إن تكون الجامعة رائدة في التعليم والاستدامة leadership and environmental and sustainability education. كمان make a meaningful contribution to a long run على المستوى local and global sustainability through an ESG أو التعليم من أجل التنمية المستدامة. طب إزاي أنا وأنا بدرس منهج معين أو كورس معين هقدر أضمن الـ SDG 5 أو أي هدف من أهداف التنمية المستدامة في العمليات التعليمية بتاعتي وفي الكورس بتاعي؟ ده ممكن يكون من خلال ان انا مثلا اوجه الطلبه بتوعي ان هم create solution and to end forms of discrimination against women and girls. يعني مثلا انا حاسه في التخصص بتاعي ان السيدات discriminated مثلا او بيعاملوا بطريقه فيها تمييز او بشكل مش في تحقيق للمساواه، اقدر اطلب من الطلبه بتوعي ان هم يعملوا project بيتناولوا فيها هذه القضيه في التخصص بتاعي. كمان investigate and work to end forms of violence and exploitation against women. ده للناس المجال زي السوشيال ساينسز مثلا، ممكن اطلب من الطلبه بتوعي ان هم يعملوا فيلد سيرفيز على اشكال العنف والاستغلال ضد المراه. criticize bad policies and practices such as unpaid care and domestic work. السيدات اللي بتشتغل في البيوت واللي بيكون العبء بتاع العمل بتاعها غير مكافئ للدخل، دي من القضايا اللي أنا ممكن أسلط الضوء عليها في إني أعمل زي مناظرات أو collaborative writing للطلاب بتوعي، نشتغل على الجزئية دي. أو حتة مثلا إن السيدات ممكن يكونوا في وظيفة ما بيتقاضوا راتب أقل مقارنة بالرجال لنفس الوظيفة لمجرد إن دول سيدات ودول رجال. كمان مجال زي مجال النيرسينج ممكن يكون حجم العمل اللي بتقوم بيه النيرسينج مش بيتقابل مع العائد المادي اللي هم بيتقاضوه. Understand the importance of women's participation in leadership and decision making. مهم جدا ان انا اشتغل على leadership والdecision making مع الفيميل. ممكن ده يكون من خلال بروجيكتس في تخصصات حضراتكم، ان اطلب ان يكون البروجيكت ذا ما ميكس ما بين البنين والبنات، او ان يكونوا البنات مثلا ليدرز في بعض البروجيكت. تشالنجينج السكس لانجويج ان كلاس اند بروجيكت ريبورت. فكره ان انا دايما في حديثي بخاطب الرجال، برزنتيشن بتكلم فيه او بتكلم في الكلاس مع الطلبه بتوعي دايما بستخدم كلمه هي، او دايما بستخدم بصيغه الرجال في الكلام. مهم ان انا
استخدم صيغ زي هي وشي بحيث او هي او شي بحيث ان انا اقدر احقق المساواه حتى في طبيعه الحديث اللي بخاطب بيه ما دام بيكون قدامي رجال وسيدات. كمان في مجال علم الاجتماع ممكن ان احنا نشتغل على الريسيرش عموما للاندر جرادويت، ده شيء مهم جدا. اقدر اشتغل مع الطلبة بتوعي في الاندر جرادويت على توبك مختلفة يعملوا فيها ريسيرش حسب التخصص بتاعي. يعني زي مثلا لو الناس بتوع علم الاجتماع ممكن نشتغل معاهم على قضية ان السيدات الدخل المادي بتاعها ممكن يكون لملهاش دخل مستقل، ممكن ده ازاي يأثر على حياتها وازاي ان هي ممكن تقبل باوضاع معينة او تقبل باشياء معينة نتيجة بس ان هي ما عندهاش دخل. كمان الناس بتوع التاريخ ممكن أشتغل معاهم على فكرة العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، وده ممكن يشتغل عليه، أطلب من الطلبة بتوعي يعملوا لنا ريسيرش في هذه الجزئية. لو بتكلم على مجال زي الهيلث ساينسز مثلا، What are the significant health issues faces women today؟ إيه هي الأمراض اللي ممكن تقابل السيدات أكتر من الرجال حالياً؟ إيه الأمراض اللي ممكن موجودة عند السيدات بشكل كبير مقارنة بالرجال؟ كمان الجزء الخاص بالبوليسيز أند براكتسيز واللي إحنا بنحتاج نسابورت الومن في تخصصاتنا المختلفة، يمكن كل تخصص من تخصصات حضراتكم هنلاقي فيه إن إحنا في مجموعة من السياسات أو الممارسات ممكن أدعم فيها وضع المرأة بشكل كبير. يعني مثلا لو انا هتكلم على التخصص بتاعي الفيزيكال ايديوكيشن مثلا سبيشالي سبورتس تريننج، في كتير من الاتحادات او الانشطه الرياضيه بتلزم وجود مدربين ميل وفي ميل وركينج تيزر ان تريننج، ان هم الاثنين يشتغلوا مع بعض. وكتير من التخصصات بتاعت حضراتكم ويمكن كمان ممكن نشتغل على جزء مثلا الناس بتوع القانون او الناس بتوع التشريعات، حته التشريعات والسياسات اللي انا ممكن اشجع بيها السيدات على ان هم يتقلدوا مناسب قضيه وما الى ذلك. كمان الناس بتوع البوليتيكال ساينسز، الناس ممكن نشتغل مع الطلبه بتوعي على حته ريسيرش عن الومن اللي سبورت بيس ان اور وورلد، ونلقي الضوء على هذه النماذج من السيدات. ازاي المجتمع ممكن يكافح العنف والترهيب ضد المرأة في الـ different sectors؟ وده يمكن دكتورة شيماء كلمتنا على الجزئية دي بشكل كبير جدا، وعن دور المجلس القومي للمرأة والأدوار اللي قام بيها في محاولة ان انا احقق الجندر ايكواليتي وادي اسبورت وضع الومنز في تخصصات مختلفة. كمان الناس بتوع القانون ممكن نشتغل على التشريعات والقوانين اللي بقترح ان انا احطها او القضايا اللي انا محتاجة اعالجها من الجزء القانوني عشان احقق الجندر ايكواليتي. ويمكن احنا شفنا الميديا في رمضان السنة دي اشتغلت على الموضوع ده بشكل كبير جدا، القضايا وقضايا المرأة وما شاء الله يعني. فممكن بتوع القانون يشتغلوا، ممكن بتوع الإعلام يشتغلوا من الشق الإعلامي وهكذا. ممكن إن إحنا نتناول الموضوع وفقاً للتخصص بتاعنا بشكل كبير. الحقيقة أنا حابة أعرض لحضراتكم برضو مجموعة من الفاكتز يمكن دكتورة شيماء ألقت الضوء عليها، فأنا بس كده ههايلايت كام واحدة. لو إحنا بنتكلم على الراتب، زي ما قلنا إن مفيش مساواة لمجرد إن في راتب، في إحصائية بتقول إن السيدات بتكسب 77 سنت مقابل 1 دولار ليتقاضى الرجال لنفس. بالنسبة لي التحسين أو أن أنا بشتغل على الجندر إيكواليتي في القطاع التعليمي يمكن هو أخذ حقه شوية في القطاع التعليم الابتدائي، وكان حوالي ثلثين الدول النامية بدأت تشتغل على الجزئية دي بشكل كبير. ويمكن دكتورة شيماء برضو وضحت لنا حاجة شبه كده وورتنا جراف لهذه النقطة. كمان 24% من السيدات أصبحوا في البرلمان، ده اعتبارا من نوفمبر 2018، واللي زادت عن 95، نتكلم من سنة 95، زادت بنسبة 3% كمان 13% يمكن من النساء هم فقط أصحاب وبيمتلكوا أراضي زراعية، يعني السيدات فقراء. أخيراً وليس أخيراً conclusion and recommendations، عشان أقدر أحقق الجندر إيكواليتي، عشان أحقق مفاهيم زي
العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان لابد ده يتم من خلال innovative pedagogy. وهنا بيجي دور الهاي education institution وازاي بتقدر تشتغل على ده بشكل كبير، وده اللي احنا حابين نبدأ معاه مع حضراتكم فيه النهاردة. كلا في تخصصه يبدأ يشتغل على هذه الأجزاء ويضمن أهداف التنمية المستدامة داخل المقررات اللي احنا بنشتغل عليها. ولكن عشان teaching the SDGs ده مش هيتم separately، ولكن زي أي concepts ممكن نشتغل عليها، لكن لازم يكون نابع من المحتوى والطريقة اللي أنا بستخدمها مع الطالب بتاعي. يعني زي مثلا لو أنا بدرس chemistry ما أقدرش أحط كورس عن حقوق المرأة والمساواة و هيبقى بعيد عن اللي أنا بدرسه، لكن أقدر أحقق إزاي المساواة في الطريقة اللي أنا بستخدمها مع الطلبة بتوعي، زي ما احنا ما قلنا التاسكس اللي أنا بطلبها منهم يكون فيها بحاول إن أنا أميكس ما بين البنين والبنات وهكذا. كمان مهم جدا إن أنا أريكوجنايز الأكتيفيتيز وهايلايت البروفيسورز والستودنتس اللي بيشتغلوا على لو أعضاء هيئة التدريس على الطرق التربوية المبنية على المساواة، وكمان الطلبة اللي عملت كونتريبيوشن أو احترمت فكرة المساواة وهي شغالة. مهم جدا إن احنا نشكر الناس دي ونهايلايت الأكتيفيتيز دي. طيب أنا اشتغلت على أهداف التنمية المستدامة واستخدمت الطريقة وحققت كل ده من خلال الأسلوب أو الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها مع الطلبة بتوعي. طب عايزة أبين ده في التوصيف بتاع المقرر. كل مقرر دراسي بيبقى ليه توصيف، أقدر أضمن ده فين في أنهي جزئية من توصيف المقرر؟ أقدر أضمن ده في الجزء بتاع الأهداف العامة والمقولة الخاصة بالمقرر. طبعا حضراتكم عارفين ان كل مقرر ليه مجموعه من الاهداف، النوليدج واحد السكيلز المعينه، فاقدر ان انا اضمن الجزئيه دي ان انا في الكورس ده اشتغلت على هدف او هدفين من اهداف التنميه المستدامه وحاولت ان انا احققهم في الكونتنت او كمان الميثود اللي انا استخدمتها مع الطلبه بتوعي. create and share resources and ان انا اقدر أعمل resources، وده اللي يمكن إحنا بنتكلم عنه في Open to Sustain، إزاي أقدر أعمل resources عن الـ SDGs و sharing knowledge دي لقطاع كبير جداً من الأفراد، وكمان أشجع الطلبة بتوعي على إن هم يشتغلوا على ده، سواء كان بقى أنا بتكلم على الـ gender equality أو بتكلم على other SDG. عشان كده أنا يعني حابة أن أنا أبادر مع حضراتكم لـ Let's go work together in education sustainability، وده من خلال الـ Open to Sustain، وده بروجكت أنا شرفت بأن أنا أشتغل فيه مع دكتورة غادة اللي هي الشرف أن أنا بشتغل معاها فيه. ويمكن إحنا بنهدف في البروجكت ده لـ Open Educational Resources OER related للـ SDGs، يمكن خصيصاً الهدف نمبر 5. وطبعا جامعة اسكندرية ومركز الابتكارات التربوية هو ممبر في الكونسنتوم، واحنا بصدد ان احنا نعمل ايفنتس كتيرة ان شاء الله هنعلن لحضراتكم عليها. وفي النهاية احب ان انا اشير مع حضراتكم مجموعة من الكوتشنيرز المختلفة خاصة بالاس دي جيز، ويعني اتمنى ان حضراتكم تقدروا ان انتم تجاوبونا عليها. هسيبها لحضراتكم في الشات وهحطها لحضراتكم على اديب كوميونيتيز، واتمنى ان حضراتكم كمان تعملوا لها ديسيمينيشن في الاذر جروبس بتاعت حضراتكم، هما ثلاثه، واحد خاص بالاعضاء التدريس، واحد خاص بالطلاب، واحد خاص بالفاكولتي مانجمنت. احب اشكر حضراتكم واتمنى ان انا ما اكونش طولت، وسعدت جدا بوجودي مع حضراتكم وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك دكتورة ساحر، يعني two presentations متكاملتين بشكل كبير جدا. يعني يمكن النت اللي حصل عند حضرتك واللخبطة دي خلت ان الدكتورة شيماء تورينا الصورة الأعم والأكبر وماذا يحدث على مستوى مصر، وبعد كده حضرتك أخذتينا تحت على مستوى اليونيفرسيتي كامبس. فبشكرك شكرا جزيلا يا دكتورة، شكرا جزيلا دكتورة سحر، وبرضو بقول لحضرتك حضري سؤال فزورة صغننة كده بيزد على الكونتنت بتاع حضرتك للأودينس بعد ما نكون أخذنا بعض الأسئلة منهم. أنا شايفة
الناس بتشكر حضراتكم، شكرا جزيلا جدا. شكر 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 شكر. مش شايفة حاجة على الشات، فهطلب من حضراتكم. لا، في هنا سؤال من دكتورة ابتسام. دكتورة شيماء، كنت حابة استفسر أماكن مراكز الاستضافة في المحافظات فين تحديدا، وهل كل المحافظات فيها مراكز استضافة؟ مراكز استضافة يمكن للسيدات اللي عندهم مشكلات. تفضلي يا دكتورة. تفضلي يا فندم. هو احنا في عندنا في مصر عندنا 8 دور استضافة للمرأة المعرضة للعنف موجودين في القاهرة، كتبت لحضراتكم أماكنهم في الشات. القاهرة والجيزة واسكندرية وبني سويف والفيوم والأيوبية والمنيا والدقهلية. ده بيستضيفوا المرأة المعنفة لفترة معينة لحين حل مشكلتها، وفي بيقدم دعم اقتصادي، وبأنه هو بزي بيديها مهارة أنها تعمل مشروع صغير أو تتعلم أي حرفة، وكمان بيديها دعم نفسي ودعم اجتماعي لحين حل مشكلتها. شكرا يا دكتور، ألف شكرا لحضرتك. بالنسبة للسؤال الخاص بالشهادة الخاصة بالإسكوا، أنا بعت اللينك، ولو مش واصل لحضراتكم هتعملوا سيرش على جوجل اسمه شهادة التعلم الإلكتروني الإسكوا، هتلاقوا اللينك وصل لحضراتكم والموقع فتح. كان في كمان عايزة أشير إن الشغل الخاص بالمجلس مع الجامعات بيساعد في إن إحنا بنستهدف تحسين وضع أو ترتيب مصر في تقرير الفجوة بين الجنسين Global Gender Gap، ده تقرير سنوي مصر وصلت فيه ل 129 من 153 دولة سنة 2021 مقارنة ب 134 بالترتيب 134 سنة 2020، وده بيقيس درجة تقدم مصر في 4 محاور أساسية، إلى جانب كمان في تقرير اسمه تقرير التايمز البريطاني، وده بيقيس درجة اهتمام الجامعات على مستوى العالم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومصر اتقدم فيها 23 جامعة في 2021 في تقرير التايمز، وبتحصل على درجات متقدمة لأنها بتهتم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها كمان الهدف الخامس. شكرا. جامعة اسكندرية منهم على فكرة يا دكتور. بالظبط. احنا تقدمنا في التايمز فيما يخص الاهداف بشكل كبير. طيب دلوقتي انا ممكن بما ان الشات كده دول السؤالين اللي كانوا في الشات، استاذن حضراتكم لو في حد عنده سؤال ممكن يعمل ريز هاند ونسمع السؤال اورال. هنستنى دقيقه كده اشوف لو في اي ريز هاند. مساء الخير دكتوره غاده، مساء الخير على حضراتكم جميعا. أنا دكتورة أمل كرم، أهلا بحضرتك يا دكتورة. أنا بس كنت عاوز أسأل حضراتكم أو الدكتورة شيماء، المجلس القومي للمرأة ده مكانه غالبا في سبورتنج على شارع أبو قير صح؟ ده في اسكندرية، بس دكتورة شيماء من المركز في القاهرة. القاهرة، طيب بس هو صحيح هو حضرتك ممكن في روجي ولا في سبورتنج؟ في روجي. أنا ممكن أبعت لحضراتكم العنوان بتاعه من خلال دكتورة غادة، ورقم الفرع ورقم المقرر. طيب هستأذن حضرتك بقى بشكل الزميلة العزيزة الدكتورة ماجدة الشاذلي في المجلس القومي للمرأة. ما انا فعلا هي مسؤولة النادي او ماسكة نادي اراه تدريس. طيب ما ده برضو سؤال دكتورة غادة، يعني برضو فتحت الموضوع. هل احنا مثلا كدكاترة او ماسكين مثلا زي دكتورة غادة اي حد ماسك منصب قيادي، هل ليه عضوية في مجلس قومي المرأة على اساس ان هو بيبقى زي ان هو بيوصل رسالة المجلس للناس اللي معاه، ولا يعني ما فيش عضوية للمجلس القومي للمرأة؟ فاهمة قصدي حضرتك، يعني يمكن يا دكتورة أمل حضرتك تقصدي تقولي كيفية المشاركة، يعني كيفية المشاركة أو إذا في عضوية بحيث إن إحنا نوصل الرسالة. وأكيد في لجان. بصي حضرتك، كل فرع من الفروع بيكون فيه حوالي 15 عضو من المحافظة نفسها، بيكون تخصصات مختلفة. طبعا يسعدنا ان حضراتكم تكونوا موجودين معانا، لكن ده بيرجع ان احنا يعني بنحاول ان احنا ما يزيدش العدد عن 15 او 17 بالكتير قوي من الاعضاء، ولكن ممكن يبقى فيه انشطة تطوعية بالتعاون مع فرع المجلس، فممكن حضرتك تتواصلي مع دكتور ماجد الشاذلي وتشوفي امكانية ان يكون فيه تعاون مشترك. وكمان في عندنا وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعة، جامعة اسكندرية، وفي تواصل ما بين برضو دكتورة غادة ودكتورة بهية شهيم، فممكن يبقى في شغل مع وحدة مناهضة العنف يكون حاجة فعالة جدا.
تمام، احنا ممكن نعمل حتى ورشة في بداية الدراسة إن شاء الله للطالبات، زي نوعيهم، وخصوصا احنا كجامعة اسكندرية او نتكلم حتى على كليتنا او معظم الجامعة، يعني معظم الطالبات فيها مش بيبقوا من اسكندرية، او يعني نسبة كبيرة منهم بيبقوا من الأرياف، فأكيد طبعا يعني لما يجوا جامعة اسكندرية وجامعة اسكندرية توعيهم ازاي يواجهوا العنف او ازاي يواجهوا التحرش، دي نوع من انواع برضو العنف ضد المرأة، فدي هتبقى حاجة كويسة جدا، وخصوصا ان هي هتبقى يعني ورش توعية حتى للكليات كلها. يا ريت حضراتكم تعملوا الحكاية دي في بداية الدراسة، يعني ده استقبال الطلبة جدد طب. سنة أولى. بصي حضرتك، دايما اي وحده لمناهضه التنمر ضد المراه داخل الجامعه بتكون الوحده قرار ان هي تابعه لرئيس الجامعه، وبتشكل من عدد من اعضاء هيئه التدريس في تخصصات معينه، وبيكون في مدير الوحده. مدير الوحده مكلف ان هو بيعمل نقطه اتصال في كل الكليات تبع الجامعه. فحضرتك المفروض في الكليه بتاعت حضرتك مهم ان يكون في نقطه اتصال مع وحده مناهضه العنف الرئيسيه، بيعمل ورش عمل، بيعمل برامج تدريبيه، بنعمل مفيش حاجه زي كده لقاءات. خالص، ممكن مهم تكون ان تبع حضرتك مثلا كده تتواصل. الكليه لتنميه المجتمع ممكن. ما بصي هي في دكتوره امل، الاساس هو انا شايفه الدكتوره منال والدكتوره صديقه يعني زمايلنا الاعزاز في الاداب، ممكن يعني يوصلوا حضرتك بسهوله للدكتوره بهيه، وانا شايفه ان احنا ممكن نعمل يعني نشاط مشترك مع هذه الوحده على اساس يعني التوعيه دي من اهتماماتهم الاساسيه، فممكن طبعا تكون مبادره من الوحده عندنا من وعند حضرتك يعني معاهم، واحنا بقى اللي في صميم شغلنا اللي هو التضمين من خلال العمليه التعليميه. ف حلو اي يا ثينك ده دكتور. احنا نتعاون، لازم نتعاون مع وحده مناهضه العنف طبعا طبعا هنواجه. اعتقد لو حضراتكم اشتركتوا مع وحده مناهضه العنف في وضع خطه عمل على مدار السنه الدراسيه، هتكون حاجه كويسه جدا. ازاي نعمل توعيه بدور المجلس ودور الكيانات اللي بتتكلم على تمكين المراه وتحقيق المساواه بين الجنسين، ازاي نعمل لقاءات على القوانين والتشريعات المعدله لصالح المراه، ازاي نتكلم على اهميه التحول الرقمي لدعم المراه وبرامج رياده الاعمال، وخاصه ان جامعه اسكندريه عندها مركز كبير لرياده الاعمال تبع كليه التجاره، ازاي نتكلم على التحول الرقمي، نتكلم على وظائف المستقبل، ازاي نتكلم على التنشئه المتوازنه والتعامل والمسؤوليه داخل الاسره. لو عملنا باكج متكامله تحقق استراتيجيه تمكين المراه في المحاور الاربعه، هنكون فعلا عملنا بصمه ايجابيه للطلبه، للطلاب اللي هم في جامعه اسكندريه، فهنكون عملنا بصمه كويسه. لا تمام كده يا دكتوره شيماء، وهي دكتوره غاده برضو يعني هي بما ان وحده الابتكارات مسؤوله عن العمليه التعليميه، فهي برضو مسؤوله عن التوعيه، فاحنا برضو يعني انا شخصيا يعني دكتوره غاده لو تشوف لنا حاجه ونعمل عن طريقها او عن طريق الوحده هتبقى حاجه كويسه جدا، وخصوصا في بدايه الدراسه ازاي نوعي الطالبات، بالظبط. وازاي ان احنا نقول لهم على كل الحاجات دي. يمكن احنا برضو يمكن بشكر دكتوره غاده والفريق المعاون ليها، احنا ما نعرفش برضو يعني رغم ان احنا ماسكين مناصب وبتاع، لكن ما نعرفش برضو ان في انا يعني بشوفها في الطريق لكن ما اعرفش دورها ايه والحاجات دي طبعا ودورها في الجامعه، فدي حاجه كويسه جدا. ويا ريت يا دكتوره غاده برضو حضرتك تحطي الموضوع ده في بالك في تبع الوحده الرئيسيه اللي عند حضرتك او حضرتك المسؤوله عنها، وخصوصا ان في وحدات فرعيه فحضرتك يعني لينك بيننا وبين الجامعه، فبرضو ممكن نعملها حتى في بدايه الدراسه، وحتى ممكن نعمل فيديو صغير ونشيره على المنصات اللي احنا اوريدي بنعملها كريات في بدايه كل ترم يعني او في بدايه الدراسه. شكرا جزيلا لحضراتكم. العفو يا دكتوره. احنا بقى احنا هنستغل الاستاذه الدكتوره صديقه والدكتوره منال، بما انها بقت استاذ وبقت فاضيه بقى دلوقتي. الاستاذ فاضيه يعني بهزر، بس مفيش استاذ فاضي يا دكتور. مفيش استاذ فاضي طبعا، انت هتقولي لي بس ممكن دكتوره صديقه يعني تحضر لنا ميعاد مع الدكتوره بهيه، وممكن نعمل اجتماع ما بين المركز والوحده المناهضه، ويعني نبتدي نعمل خطه احنا نقوم فيها بدورنا وهم يقوموا فيها بدورهم، ويبقى نشاط جميل جدا 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 يا دكتوره صديقه. اتفضلي حضرتك عايز تتكلمي. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير دكتور غاده. اهلا يا فندم، الف مبروك سعاده الاستاذه الدكتور. يعني ارى فيها شبهه سخريه، بس ماشي يا دكتور نتكلم بعد كده. لا 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 لا، انت عشان بتاعت مسرح بس بتشوفيها بشكل فني، لكن هي ما فيهاش سخريه خالص والله. حبيبتي اهلا اهلا والف مبروك يا فندم، الأستاذة اتشرفت بيكي والله. خلي حضرتك، أنا طبعا شكرا جدا على حضرتك بتقولي إن احنا نرتب ميعاد مع دكتور بهية، بس هي دكتور منال هي اللي عضو مجلس إدارة في وحدة مناهضة العنف داخل الكلية عندنا. ف
دكتور منال هي اللي تقدر، لان يعني انا بكون ضيف عليهم في بعض الندوات، لكن مش انا مش عضو في وحده مناهضه العنف. فهي دكتور منال معاها، واعتقد ممكن تحط رقم تليفونها بحيث ان يبقى في اي تواصل معاها ودكتوره بهيه واي دكتور من، يعني هي دكتور منال دلوقتي بتقولي على دكتوره شيماء نعيم ما شاء الله عليها، يعني قالت لي يعني مكسب بالنسبه لنا ومكسب كمان في الورشه. دكتوره شيماء مش هتسيبنا، ده احنا لسه في بيننا وبين بعض مرسلات، وان شاء الله يعني ان شاء الله نعمل نماذج ناجحه وتاخدها هي على المستوى. عند حضراتكم كمان الفرصه بتاعه التقديم لجائزه التميز لتكافؤ الفرص وتمكين المراه، ودي اول سنه بتطلق، فيعني نتمنى ان شاء الله ان انتم يعني تقدموا في الجائزه، وان شاء الله يعني تقدموا شغل كويس فتبقى فرصه كويسه. هي جائزه مؤسسيه يا دكتوره صح؟ اه بالظبط، الجامعات ليها الحق ان هي يعني تقدم فيها، أول ما المعايير تبتدي يعني تطلق وتعتمد هبعت لحضرتك على طول، وأكيد وزارة التخطيط هتخاطب جميع المؤسسات زي ما بيعملوا في جائزة التميز الحكومي بالظبط. إن شاء الله احنا نحاول بقى نرتب ملفاتنا عشان نحط هايلايت كل الحاجات اللي بنعملها على مستوى مركز الابتكارات التربوية وعلى مستوى وحدة مناهضة العنف، وأكيد في حالات فردية كثيرة جداً يمكن تؤهل جامعة الأسكندرية لحاجة زي كده. ويعني تاريخنا مع الدكتورة هند حنفي كأول رئيسة برضو حاجة من الحاجات اللي احنا بنشوفها، أنا بشوفها يعني نقطة مضيئة في تاريخ جامعة الأسكندرية. طيب it's فزورة تايم. دكتورة دينا كمال من كلية الفنون الجميلة، يعني الفنانين دايما بيساعدونا في المركز، هي عملنا مسابقة جميلة جدا، يعني ممكن can we proceed يا دكتور، you want to spin the wheel ولا تحبي؟ هي على ورشة النهاردة sharing screen بعد إذنكم اتفضلي، بس هي الأسئلة على ورشة النهاردة. الأسئلة على ورشة النهاردة، يبقى خلاص there is no need to spin the wheel بقى خلاص، يبقى كده ممكن نسأل على طول. هي نسأل بس على طول. الجديد بعد إذن حضرتك يا دكتورة غادة، أنا طبعاً عايزة أعرفكم بنفسي الأول، أنا دكتورة دينا نبيل نائب وحدة الابتكارات التربوية اللي هي الدكتورة أماني رضا المدير التنفيذي بتاعها، وكنا عاملين فكرة فوازير كده لرمضان هنا، والنهاردة بس الجديد إن إحنا عاملين زي حاجة صغيرة كده، يعني it's like a gift، هدية كده صغيرة هتبقى يعني حاجة شبه شهادة مكتوب عليها اسم الفائز اللي هو أول حد هيجاوب على السؤال في الشات بوكس إن شاء الله، وهنبعتها على البيج وعلى الواتساب جروب بتاعنا إن شاء الله. ممكن الدكاترة يتفضلوا يسألوا. دكتورة سحر أو دكتورة شيماء، هو يعني whoever is ready يتفضل يسأل سؤال كده بيزد على البرزنتيشن اللي قال. تمام، أنا ممكن أسأل سؤال هيبقى بسيط كده وسهل، ممكن حضراتكم بس حد يقول لي هي استراتيجية تمكين المرأة بتتكون من كام محور، وإيه آلية المتابعة اللي تم توضيحها في البرزنتيشن؟ في عندنا إجابة بتقول الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية. هم أربعة صح، لكن هم مش دول اللي دكتور أماني كتبتهم، دول المحاور الخاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، ولكن استراتيجية تمكين المرأة وأتمنى أن حضراتكم تقروها هتلاقوها على صفحة المجلس، وهكتب لكم موقع المجلس، هي أربع محاور: التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية. طب ندي الجائزة للدكتورة أماني، معلش هي عملت مجهود برضو، قالت أربعة وعملت مجهود، نعمل إيه؟ ولا نحجب الجائزة دكتورة شيماء؟ ولا نحجب الجائزة؟ أنا قلت نص الإجابة، أنا قلت نص الإجابة، أربع محاور ينفع؟ أنا كتبت لحضراتكم موقع المجلس قومي مرأة وموقع المرصد، وأتمنى إن حضراتكم فعلاً تطلعوا على المحتوى اللي فيه هيفيد حضراتكم قوي، وأتمنى يعني يكون في فيدباك عشان نقدر إن إحنا نطور من الشغل بتاعنا. ميرسي يا دكتورة، يعني ندي الدكتورة أماني الجائزة ولا نحجب؟ جيبها يا دكتورة شيماء، انت الرئيسة. لا يعني نديها الجائزة طبعا، نديها الجائزة عشان هي كانت فاكرة حاجة من البرزنتيشن.
ربنا يخليك، ربنا يخليك. دكتورة سحر، حركت برضو نختم بسؤال جميل من عند حضرتك. هو أنا هسأل برضو سؤال بسيط. أهداف التنمية المستدامة كل هدف تحتيه مجموعة من التارجتس. الهدف نمبر 5 إحنا عرضنا مجموعة من التارجتس تحته، ممكن نقول واحد أو اثنين منهم. والله أنت طيبة يا صح. أنا طيبة، رمضان كريم يا دكتور. أنا عارفة حضرتك كنت عايزاني أسأل إيه بس ما رضيتش. لا والله أنا مش بس هم ال هو الهدف نفسه اسمه جندر إيكواليتي. تحت الجندر إيكواليتي كان في كذا ممارسة الدكتورة سحر قالت عليهم مش عايزينهم. Stop discrimination and discrimination actually against صح. And discrimination دكتورة دينا ولا مين؟ أنا شايفة حرف الدي. دكتورة أمال، أمال عطية تقريبا. الدي إيه دكتور أمل؟ and discrimination صح. خلاص جات لك الإجابة الصحيحة يا دكتورة سحر. ألف مبروك بقى على الدكتورة أمل، سيبلنا اسمك في الكنترول روم. يبقى الدكتورة أماني، واللي قال stop discrimination أو end discrimination برضو ياريت الدكتورة أو الدكتور يكتب اسمه. احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا. مش قادرة أقول لحضرتك قد إيه it was a pleasure يا دكتور شيماء، وإن شاء الله بداية تعاون. ودكتورة سحر I thank you very much my dear colleague. You had يعني انتوا الاثنين you had very very complimentary presentations، وافتكر ان احنا كلنا حسينا بالbelonging بتاعنا للموضوع، ومحدش حس فيه يعني ان الحاجات دي joint او احنا مش مرتبطين بيها او كذا. بس يعني كان نفسي اسمع صوت رجالي مثلا زي دكتور احمد حسن، دكتور محمد طبعا رد في الفزورة، لكن مجرد وجودكم معانا ده مؤازرة وإحساس إن أنتوا داعمين وضع المرأة يعني في مصر بوجه عام وفي التعليم العالي بوجه خاص. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونتمنى نشوفكم إن شاء الله إن شاء الله في الورشة القادمة يوم الخميس القادم، وتصبحوا حضراتكم على ألف خير. السلام عليكم.